مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء من الحلقه كابتن فهد الريفي وكابتن محمد دعيه هم ضيفا حلقه الليله. شوف تقليع مباراه الاهلي والفتح اللي كانت اليوم بدون جماهير، بس الجمهور الاهلي سوى شغله جديده اليوم في الملعب. شوف التقرير. على ارضه وفي غياب جماهيره استعرض الفريق الأهلاوي وتفنن في إكرام ضيفه القادم من الأحساء فريق الفتح. استقبال مبكر من فرقة الرعب وهدف أول تفاجأ فيه الضيوف من لويس ليا. هدف لم يكن سوى افتتاحية لمهرجان تهديفي أخضر، والهداف البرازيلي يعود من جديد ويسجل الهدف الثاني. جول أهلاوي ثاني. لحظات الصمت العجيبة، الأهلي ينفجر غضبا على مرمى الفتح. شوط تسيده أصحاب الأرض طولا وعرضا، والفنون البرازيلية تتلخص في لمسات إيريك وليال الذي سجل الهدف الثالث له ولفريقه. لويس ليال يرضي العشاق خلف الشاشات البيضاء بالهدف الثالث. لقاء غاب عنه لاعبو سفير الأحساء واكتفوا بمشاهدة الفنون الخضراء التي رسمت 4 علامات استفهام على مستوى حامل اللقب الذي قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. فهد، الاهلي والفتح، والله اهم ما في مباراه الاهلي انه مرتاح من المهاجم الكوري بيريرا. اعتقد انه مشروع مدرب كبير في الدوري السعودي، قلناها في البدايه، يمكن توقيت جلب هذا المدرب في بدايه الدوري اعتقد اضرت بالاهلي كثير. مدرب جالس يعني ينفذ ما في راسه، يعني هو جاي للاهلي يبغى يدربه بطريقه معينه، تراكب اللاعبين أو ما تراكبهم، هذا يعني قد يكون أسلوب جديد في الدوري لدى هذا المدرب. يبغى له عنصر الوقت بس يدعم هذا المدرب. أعتقد أن الأهلي في نفس الوقت أو المباريات الأخيرة وضحت يعني أفضلية إيريك وليال. أعتقد قدموا مباريات، أو أني أتوقع أنهم قدموا مباريات جميلة ورائعة، يبين انهم لاعبين كبار اذا انسجموا مع الفريق اكثر، وهذا ما يخدم الاهلي. الاهلي خطير في مسابقه الكاس الملك، سيكون خطير، سيكون منافس. استوعب ما يريد اللاعبين، استوعبوا ما يريد منهم المدرب. في نفس الوقت انا اعتقد الفتح انه يفوز عليك الاهلي ذهابا وايابا بجمهور وبدون جمهور وانت بطل الدوري الموسم الماضي، فالكل يقول ماذا اصاب الفتح؟ ايش اللي حصل؟ يعني هل هو في ضعف في الدوري السعودي خلاك تفوز بالدوري؟ هل هو بعض العناصر اللي كانوا مهمين ولا المدرب ولا الجهاز الاداري كانوا يتوقعون لهم تاثير كبير في خطوه، يعني ادوارهم مجهوله، مثل هشهش، مثل عدنان فلاته، مثل يعني كذا لاعب انا اعتقد كان له دور كبير في قوه وترابط الفريق الفتحاوي. الأهلي قدم مباراة جميلة من اللقطات اللي أنا شفتها. ليال قناص وهداف كبير، إيريك صانع لعب واضح في كل الأهداف، أنه يشارك يعني كل، أعتقد صلح من 3 أو 4 أهداف يعني مرر 3 تمريرات قاتلة. محمد،
والله شوف الأهلي لما تشوف الأسامي اللي في الأهلي أعتقد تقول هذا لأي مشجع خليجي أو سعودي يمكن ما تابع الدوري وتذكر له الأسامي اللعيبة اللي في الأهلي تقول هذا فريق ينافس على اللقب. لكن للأسف شدنا عكس فهد مدرب صراحة يمكن يشوف نفسه فوق إمكانيات اللاعبين وهذا شيء واضح بدليل أنه ضحى يمكن ثلاث لاعبين الأربع لاعبين يمكن خط الهجوم بأكمله الدور الأول ما لعب يمكن فكتور العماد الإصابة عارفين ويونس محمود. أعتقد أنت لما تجيب مدرب يشل لك خط الهجوم أو المقدمة أعتقد أنه لازم تحط علامة استفهام. الأهلي يعني أنا ودي لجنة الانضباط اليوم أنها شافت المباراة وشافت اللي صار في المباراة مدرجات خالية. أعتقد كرة القدم إذا ما فيها جمهور حلاوتها بالجمهور. أتمنى تكون العقابات من لجنة الانضباط أنها الأمور المالية هي الأفضل بالنسبة للجمهور لأن اليوم أعتقد أن الأهلي خسر الجمهور وخسر الإعلانات التجارية والأشياء هذه كلها. يعني تعرف الأندية الحين هي بحاجة الفلوس ولكن للأسف الشديد مع لجنة الانضباط مع رابطة الدوري أعتقد أن هذه كلها يمكن سببت في مباراة صراحة مملة جدا. يعني صحيح أن الأهداف أحلى ما فيها ولكن ما تنفع الأهداف من دون جمهور. الفتح من العام الماضي أعتقد أنه قلنا أن العام الماضي هو بطل الدوري قبل يمكن نهاية الدوري بثلاث مباريات توج. لكن للأسف السنة هذه يمكن ما هذا الفتح اللي شفناه العام. الفريق الآن قاعد ينافس على الهبوط وللأسف يعني لما تقول أي عربي غير السعودي تقول هذا هو بطل الدوري ممكن أنه يضحك. يعني كيف بطل الدوري الموسم الماضي ينافس على الهبوط وهذه أعتقد علامة استفهام. صحيح فيها يمكن فتح الجبالي ست سنوات الكل يقول انه خلاص ست سنوات بس لكن لما انت تاخذ افضل اللاعبين طبعا هذه احنا مدحنا بالاداره حقت الفتح الموسم الماضي ولكن السنه هذه يمكن انا ما وفقت صراحه انها تخلت عن افضل اللاعبين. لكن انا اتمنى يعني من الفتح انه يرجع وانه يبقى وانه نشوف الفتح الموسم الماضي الموسم المقبل او بالبطولات المتبقيه من الموسم. طبعا ما في شك انه ما هو شيء جميل انه البطل الموسم الماضي للدوري السعودي انه ينافس على الهبوط او في مراكز متاخره يعني يجعل هناك علامات استفهام كبيره على هذا الدوري. النقطه الثانيه انا اعتقد ان الفتح يجب ان يكون لديه هزه فنيه. الهزة الفنية هي تأتي في تغيير المدرب. الفتح ست سنوات فتح الجبال مهما كان يعني أنه ما شاء الله تبارك الله يملك قدرات ويملك إمكانيات لكن أعتقد أنه مطلوب الآن للفتح إذا أراد في الموسم القادم يغير صورة الفريق يعني يعود إلى, إلى, إلى على الأقل شيء ينافس ويمثل نفسه كبطل للدوري السعودي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك هزة فنية وهي في تغيير الجهاز الفني. طيب حنروح الفاصل بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.